سانت اكيد نجم ليفربول الاوروغواي طبعا في الصيف هي نابعه من العقود التي انهالت عليه، الا يلعب دور يعني عدم تاهل ده بيساهم بشكل كبير جدا في وسلطت الصحافه الضوء على مباراه الذهاب نصف نهائي كاس الملك بين اتلتيكو مدريد وضيفي اشبيليا والتي شهدت 3 ركلات جزاء، 2 منها لاتلتيكو اضافه الى طرد 2 من لاعبي الفريق الضيف. اتلتيكو يسر تعليقك على هذا العنوان. هو يمكن الاشكال ان في الملعب او اطلاق نار مثلا من تاهل اتلتيكو مدريد الى المرحله المقبله، ما رايك؟ مباراه العوده، لكن هل يعني هذا اهتمام اكبر اهم؟ هو ليس اهتمام، ما فيش اي نوع من الجديد، ولكن طبعا فاصل ومن ثم نعود، فابقوا معنا. بكم في القسم الثاني من برنامج لقاء صحافة، الآن نتحول إلى مطالعات الصحف العربية، بداية من مصر حيث تناولت الصحف الذكرى السنوية الأولى لشهداء مجزرة بورسعيد. جريدة، تعليقك على العنوان في خلال هذه السنة، ربما عشنا سنة أبعد هناك على قرار نادي الهلال إقالة مدرب فريقه الكروي الفرنسي كومبوري وتعيين مدرب الفريق الأولمبي الكرواتي دالاس بلاكو بديلا له بعد سلسله النتائج السلبيه واخرها الخساره من الجار النصر. صحيفه الرياض قرار الاقاله الفوز المعنوي الذي حققه المنتخب القطري لكره القدم على نظيره اللبناني وديا، وذلك بعد النتائج المخيبه التي سجلها العنابي في الخليجي 21 الاخيره. فتحت عن المباريات الوديه للمنتخب القطري خاصه بظل الاستحقاقات القادمه للمنتخب، كيف تجد هذا؟